رجعنا لكم ومعانا النجم حسام حبيب. حسام أهلا بيك. أهلا بيك. حسام دلوقتي معانا 6 صور في تصريحات ليك أو تصريحات متعلقة بيك. أوكي؟ أوكي. وهتقول لي مين؟ هقول مين اللي قال التصريحات دي؟ مين اللي قال؟ أوكي؟ أوكي. هو إحنا ينفع نتجوز؟ مين اللي قال كده؟ شيرين حبيبتي. طب نشوف. فعلا شيرين هي قالت لك كده عشان عارفاك متردد جدا. لا لا خالص، يعني كانت قبل ما يبقى في اي، لا لا 8 سنين تقول يا رب اتجوز ما اتجوزش. اقول لا يا حبيبتي، هي حبيبه قلبي. لا هي بصي هي صريحه ازاي، ده اللي بكلمك عليها. بصي هي حتى لما بتحكيها ببساطه، مش مبينه للناس ايه اللي حصل. ما عندهاش اي عقده، عادي. لا بالعكس، ده هي كمان مبينه للناس ان هي اللي طلبت ايدي، يعني مش ده مش ده اللي حصل. هو هي ده كان قبل ما يبقى، يعني اول ما حصل كده. ايه عارفه لما تبقوا اصحاب بس تبتدي يعدي عليكم مواقف، تبتدي تشوفي صاحبك ده او تشوفي صاحبتك دي بعين تانية. كنا احنا لسه في الحاله دي، فهي بتقول لي كده. قلت لها انت لو كنت، انا كنت بهزر معايا، بقول لها يا حبيبتي انت لو مسكتي لسانك لحظه كنت انا قلتها لك. يعني كنت فعلا هتقولها بعد كام؟ لا انا بقول على طول. لا يعني بعد يوم يومين سنه؟ لا كنت هستنى اتاكد شهر. كنت هستنى اتاكد شويه طبعا. بقى كنت هتستنى تتاكد وهتتردد؟ لا اصل هي صاحبتي، يعني هي صاحبتي عادي، فممكن اروح انا اقول لها كده تبقى كارثه لو مفيش، يعني لازم كنت ابقى متاكد طبعا. هي اجرأ مني، بس هي كانت حاسه مني اكيد ان انا، يعني الست بتفهم برضه، يعني اكيد كانت حاسه ان انا اكيد معجب في حاجه، يعني في حاجه حسام شايفاه، في حاجه مختلفه. يعني لو ما كنتش اتجوزت شيرين ممكن تقعد عازب قد ايه؟ لا كنت ممكن ما اتجوزش ابدا. مش كنتش هتجوز غير لما حد شبهي، يعني ما كنتش ناوي اتجوز غير لما الاقي بني ادم شبهي، بني ادم هعرف اعيش معاه انا هو في نفس المكان، يبقى صاحبي ما بزهقش منه. انا ملول جدا وهي ملوله جدا، انا عصبي وهي عصبيه. عصبي وعصبيه دي ما تعملش كارثه في البيت؟ لا بالعكس، بقى بقيت بعذرها لان انا عارف ان انا لما بتعصب ببقى مش قصدي وبرجع اندم قوي بعد كده، فانا بعذرها وهي بتعذرني لو حد فينا اتعصب. بالعكس، ان نطلع شبه بعض ده بيخليكي تعذري اللي قدامك في حاجات كتير لو انت شايفاها مشاكل في نفسك او في اللي قدامك، ولو هو شبهك بتعذريه لانك بتقولي انا لو مكانه هعمل زيه اكتر. ف يعني كنت اكيد هقولها لها، لا اسرع، يعني مش زي ما انت متخيله هقعد شويه كتير، لا كنت هقولها لها برضه بسرعه جدا، بس كنت اتاكد بس ان هي تمام. روح العب بعيد. قصدي ناس كتير ممكن تقول تروح العب بعيد دي. معرفش روح العب بعيد دي مين، ممكن ايه يبقى ابويا مثلا، والله ما عارف مين قال لي روح العب بعيد. روح العب. طب نشوف بعيد. نشوف، خلينا نشوف. نشوف. شفت فعلا والدك؟ شفتي. اول ما كنت عايز اغني فكنت بحاول اقنعه ان انا نفسي يعني احنا ما فيش حد في، انا ما عنديش اخوات ولاد، عندي اخت بنت، والولاد اللي في عيلتي كلهم هم كازنز، كلهم ولاد خالتي وكلنا زي الاخوات، يعني كلنا وان بيج فاميلي، يعني فما فيش حد فينا ليه علاقه بالمزيكا ولا بالفن ولا. فلما اروح اقول لحد مثلا انا عايز اطلع مغني، دي اكني عايز اطلع عالم فضاء مثلا، اللي هو يعني شغلنا. فقال لي يا ابني تغني لي كده، فرحت مغني، راح قال لي يا ابني انت اخنف، روح العب بعيد. فهي دي روح العب بعيد. هو في روح العب بعيد كتير بس دي واحده منهم. يعني طب مين قال لك كمان روح العب بعيد بخلاف والدك؟ لا مش قال لي روح العب بعيد، قال لي شكيبه شبهها. مامت شيرين اكتر حد بيضحكني ودمه خفيف ممكن تشفيه في حياتك. فقبل ما نفتحها في الموضوع، فشين قالت لي ايه، روح قول لها ان انت يعني عايز تتجوزني، يعني فروحت بايدي منها. يعني فهي كانت في المطبخ بتعمل حاجه، فدخلت قلت لها ممكن اقول لحضرتك حاجه، وانا مكسوف جدا بقى في المطبخ كده بتطلبها؟ لا يعني قلت افتح معاها الموضوع بقى، هي قاعده بتعمل حاجات في المطبخ، فانا قلت اجي جنبها ايه اقول لها الكلمتين دول اجس النبض، يعني وهي شيرين مسخناني. فدخلت جنبها بقول لها انا بصي عايز اقول لك على حاجه بس ما تخضيش، يعني اقول لك على حاجه كده حاولي ايه يعني يعني عادي، يعني تخيلي كده لو انا مثلا بقول لك جوزيني شيرين، راحت قالت لي ايه، يلا يا ابني احنا هنعيل. فدي شبه برضه يلا العب باين. فبقول لك اتقالت لي كتير، كويس ان انا افتكرت يعني حاجتين. وهي فعلا مش فاكره لحد دلوقتي اسمك؟ يعني كل مره كل مره لا ولازم تشوفيها وهي تقولها، يعني وهي بتقولها مش واحد بيغلط في الاسم عادي، يعني اللي هو ايه مثلا
ابقى مثلا بشتكي لها مثلا من حاجه لشيرين وزعلتني وبتاع مش عارف ايه وعمل كذا وبتاع، خلاص هتعمل بقى ولا يهمك، ما فيش حاجه حصلت. وبعدين اقول لها تامر تقول لي اه سوري يا سامح معلش ما. شيرين صديقتي بس مش بالقرب اللي يخليها تعزمني فرحها، مين قال كده؟ مين قال كده؟ اعتقد حد من الفنانات بس. ايوه صح؟ قربت. فنانة كبيرة فنانة. وانت عملت لها لحن من اعظم اغانيها.